أعاد الأردن منح التأشيرات للمرضى اليمنيين والليبيين والسودانيين بعد أن قيدها منذ منتصف ديسمبر 2015، وهو ما تسبب بخسارة كبيرة للسياحة العلاجية الأردنية وتراجع في أعداد السياح. جهود قامت بها جمعية المستشفيات الخاصة من أجل الحصول على تسهيلات لمنح التأشيرات من شأنها إنعاش السياحة العلاجية. الإجراءات الأمنية المشددة وتقييد منح التأشيرات لحملة الجنسيات اليمنية والليبية والسودانية خلال العام 2015 بسبب الأوضاع الأمنية في البلدان الثلاثة أدى إلى تراجع كبير في السياحة العلاجية التي تتميز بها الأردن. في العام 2015 كان إجمالي أعداد المرضى من جميع الدول حوالي 250 ألف مريض. 2016 طبعا احنا لسه بشهر 8، لكن المؤشرات تقول ان الانخفاض الاجمالي في الاعداد يتراوح ما بين 30 الى 40%، وهذا يشكل تهديد للسياحه العلاجيه ومكانه الاردن كمركز اقليمي رقم واحد على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وبالتالي لابد من عمل اجراءات تصحيحيه للحفاظ على هذه المكانه في الاردن. الحكومة الأردنية سارعت إلى تعديل قرارها السابق بتقييد منح التأشيرات للجنسيات الثلاث، وأصدرت تعليمات جديدة تقضي بمنح التأشيرات للليبيين واليمنيين خلال 48 ساعة، في حين بقي إجراء منح التأشيرة للمرضى السودانيين منوطا بسفير المملكة في الخرطوم. ويعتقد خبراء أن تؤدي تلك الإجراءات الجديدة إلى ازدهار السياحة العلاجية والتي تشكل أحد أهم مصادر الدخل، ويقدر حجمها بما يزيد عن المليار دينار أردني. الحقيقة أن السماح لليبيين واليمنيين وغيرهم من القادمين للعلاج في الأردن سيصب في مصلحة تحسين الإيرادات من السياحة العلاجية، وأيضا سيساهم بإعادة هذه المجموعة التي تراجعت الأعداد القادمة منها إلى الأردن. ويحتل الأردن مكانة عالمية في السياحة العلاجية السريرية، وبحسب وزارة الصحة فإن الأردن يأتي في المرتبة الأولى عربيا والخامس دوليا. إجراءات وتعليمات جديدة تسعى من خلالها الهيئات والحكومة الأردنية للإبقاء على الأردن في المركز الأول للسياحة العلاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. دام الكردي، قناة الغد، عمان.